أنا اسمي شجاع وهذه أختي آمنة، وكنت أتساءل ماذا لو ضايقك أحد؟ ماذا تفعلي؟ من سيساعدك؟ أخبر أمي أو أبي أو قريب أو جار أو ممرضة المدرسة أو شرطي. ماذا لو لمسك أحد بطريقة لم تعجبك وبعدها أعطاك قطعة حلوى أو لعبة جديدة وقال لا تخبري أحد؟ قل له لا وأخبر أمي. ماذا لو أراد شخص غريب أن تركبي معه في سيارته الجديدة الجميلة؟ لا 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 أركب مع شخص غريب. ماذا لو شخص غريب سيأخذك من المدرسة إلى البيت؟ لا لا أذهب مع شخص غريب لا أعرفه. ماذا لو لمستك المربية تحت ملابس النوم؟ لا لا أسمح لها. ماذا لو حاول صديق بابا أن يجلسك على حضنه؟ أقول لا لا أريد. جسدك ملك لك، أنت تقول من يلمسك وكيف. إذا حاول أحدهم لمسك بطريقة غير مريحة قل لا، أصرخ وقل لا واجري مبتعدا وأخبر بابا، وإذا لم يصدقك بابا أخبر ماما واتصل على 800-700 لطلب المساعدة. وتذكر دائما إنك شجاع ولن يلومك أحد.